نبتة في أرض سوداء، رغم انكفاف العين مبكرا تصر على الإطلالة من شرفة الحياة. 4 أعوام وهو يرى النور، وبعد أن آنسه داهمه الظلام بسبب مرض أصابه. ولعل ذلك الأنس الشحيح بالنور كان يدفعه دائما نحو مطاردة الظلمة. نحن مع طفل صغير نشأ في صعيد مصر، أبوه كان رجلا بسيطا موظفا صغيرا في شركة السكر. كان لديه 13 ولد من زوجتين. في مثل هذا الجو المثقل بالأطفال وبالدخل المحدود وبالبعد عن العاصمة، لأنه كان يعيش في عزبة بجوار المنيا، تبعد عن المنيا كيلو متر واحد، ولذلك كانت تعرف بعزبة الكيلو. قرية فيها شيوع الثلاثي الشهير، الفقر والجهل والمرض، هم دول الثلاث أسباب اللي كافح عطاها حسين طوال حياته لإلغائها. كان طفل صغير ينتهي به الجهل والمرض للأسرة المحيطة، إلى أنه يعالج معالجة خاطئة فيصبح أعمى. وكيف أن هذا الطفل الأعمى يتفوق على المرض ويتفوق على الظروف المحيطة به الجهل، فيتفوق في العلم والفقر، فيحارب من أجل العدالة الاجتماعية، وفي العلم يصل إلى ما لم يصل إليه المبصر. وجد أنه عهده الأساسية هي نتيجة الفقر، وأنه عندما أدركت عائلته ضرورة علاجه كانت تعالجه بشيء من الجهل، وعندما عالجته بهذا الجهل استوطن بداخله المرض. الملامسة والتجريب كانتا عينيه الجديدتين، صاحبتاه صغيرا في عبث حواسه بالأشياء، وكبيرا في الجدل مع الأفكار. لا يرى في شيء محال، وإنما يخضع كل أمر للتجريب. التجريب، فتلمسه عندما كانت كوابس المرأة البدوية تشيله على كتفاه وتبوسه وهو صغير وعنده 3 سنوات وما عادش بيشوف تقريبا، فيشعر بالشناف بالحلية المعدنية المعلقة في أنفها وفي خدها، يحاول أن يمسكها ويعرف ما هي. وضم لهذا حادثة حصلت في طفولته وصفها وصف مؤثر جدا، عندما كانت أمه تضع في إيده الملعقة ولم يرى كيف تستخدم الملعقة، وفكر أن هذه الملعقة يمكن أن تمسك باليدين الاثنتين كنوع من التجريب. لماذا ينبغي أن يمسك الملعقة بيد واحدة؟ فليمسكها باليدين معا. فأمسكها باليدين، فطبيعي لم تستجب لحركة اليد، ووقع الأكل منها على صدره وعلى الطبلية اللي بيأكلوا عليه. فأمه بكت، وإخواته الصغار ضحكوا، وأبوه قعد يبسمل ويحوقل ويستغفر الله، وكان يوما حزينا في حياة طاحسي. وترسبت تلك المحاولة النافرة من الضحك والشفقة
في وعي طه، وهي نفس العادة التي اكتشف طه حسين أنها من لزوميات معلمه الروحي أبي العلاء المعري، حيث كان لا يأكل إلا مستترا. كل المصريين اللي كانوا في الفترة دي اللي هو بيتلقوا أبسط ما ألوان التعليم اللي هو بيكون من خلال كتاب القارية، يحفظ بعض صور القرآن الكريم ثم حفظ القرآن الكريم بالكامل. أمام الشيخ محمد جاد الرب كان طه ينتظم في صفوف التلقي عن سيدنا مع أقرانه في الكتاب صباح كل يوم، بهدف تأهيلهم لمبادئ المعرفة الأولية وحفظ القرآن. وكانت طبيعة التعليم في تلك الفترة تتسم بشيء من القسوة مع الطلاب. كان طه شديد الحساسية تجاه أي عنف يقترب منه، وتولد لديه إحساس بالتحدي والعناد، وهما من طبائع صفاته الركيزة. لما كان يروح يزوروا ناس أو ناس يزوروهم، طفل كفيف يعني مركون، إنما هو دي خلاته يحرص على أن يكون محور أي جلسة، ولذلك كان يعني شخصية مشاكسة. لم يرتح طه الصبي لسيدنا الشيخ، وانطوت نفسه على الكثير من الملاحظات التي تراكمت في وجدانه على مدى السنين. أن يصاب المرء بالعمى في مصر معناه تحديد مستقبله، بمعنى أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه أن يعمل شيخا في الأزهر، هذا إذا كان متميزا جدا. إذا كان أقل تميزاً فيمكنه أن يكون مقرئاً في المآتم والتعزية. تمرد طه حسين على إيقاع النحاتين الذين يريدون صبه بسبب إعاقته في مسارات محددة. لم يتوقف في طفولته عن لفت الأنظار إليه، يشاكس قانون العمى بسعة الخيال. طه حسين تحدى هذا القانون، القانون الذي يفرضه الوضع الاجتماعي للأعمى المصري في ذلك الزمان. في الريف المصري القديم كانت الحكاية هي روح العالم، حكايات قديمة عن الهلالية وعن ترى والظاهر بيبرس، أو عن الجن والأرواح والخيالات، تنتصب حولها المجالس ويتندر بها السامرون. كان الحكاؤون ينتهون من قصصهم، لكن الفتى المنصت كان يحتجزها، وكانت أحياناً تحتجزه. عزلة طه حسين التي عناها بسبب فقدان بصره في فترة مبكرة من حياته أيضاً يمكن أن تقدم تفسيراً لشغفه العقلي. شغفه العقلي ده سمح له بأنه يدير فكرته زي ما احنا بنقول كده بينه وبين نفسه، لانه كان ينظر لنفسه باعتباره طفل منبوذ، او في احسن الاحوال هو عبء على الاخرين.
من يقرأ كتاب الأيام لطه حسين بيجد في الجزئين بوضوح شديد جدا مشروع للخروج، يعني انه الفكرة اللي كان طه حسين بيتكلم عنها طول الوقت في الكتاب وجود ما كان يسميه بسياج القصب. هو كان يتحدث عن ان هناك سياج للقصب يحيط ببيتهم في عزبة الكيلو. هو كان طموحه دائما ان يتعدى هذا السياج او السور الى ما وراء هذا العالم. تصورات طه حسين عن الاشياء الخارجيه وهو كفيف من الضروري انها تبقى تصورات غير حقيقيه في بعض الابعاد، لانه لم يرى الاشياء كما نراها، وبالتالي احساسه بها هيختلف عما لو كان مبصرا. هذا الطفل الصغير معجزه، وإن استطاع أن يحقق من المعجزات ما يعجز عنه المبصرون. تهيأ الصبي لدخول الأزهر، أتم حفظ القرآن وألفية ابن مالك، وأطل على متون الجوهرة والخريدة والسراجية، وكلها كانت من ركائز التعليم الأزهري. أنت تعرف أن الريف أكتره اقتصادياً غلابة، صحياً عندهم عاهات، فلن يجدوا فرصة للتعليم جيدة إلا في المعاهد الدينية أو الأزهر. أما مدارس محمد علي باشا، مدرسة الطب، مدرسة الصيدلة، المدرسة الحربية، فهذه الأشياء ظلت وقفاً على أهلها الموعودين بها، فظل الأزهر هو الملاذ والتدفق الرئيسي فيه. فطه حسين متعلق بالأزهر لأنه كان المستوى الرفيع أولاً، وثانياً هو حبل النجاة اللي حيقوده إلى القاهرة. وما أدراك ما القاهرة بالنسبة لشاب أو لفتى ممصوص العود، ضعيف مهيض الجناح محدود التعليم، ولكنه متطلع شديد التطلع، يحلم بأن يعيش في القاهرة. اتصلت أواصر الحزن مبكراً في نفس الصبي، فقد ماتت أخته الحكاءة الصغيرة، ثم التهم وباء الكوليرا أخاه الشاب الذي كان على أبواب دراسة الطب. عرفه موت أخيه كما يقول في الأيام أرق الليل وروع الأحلام، وظل طيفه يزوره في كل أسبوع عدة مرات طوال حياته. الحقيقة القيمة الإنسانية اللي أنا بشوفها تحققت عند طه حسين هي قيمة الإرادة القوية لإنسان يستطيع أنه يخترق ظلمات ذلك العصر إلى عالم آخر، عالم آخر من الوعي والفكر، ويدفع أثمان ذلك راضيا وسعيدا. لان كان ممكن يبقى طه حسين ده مبكر 30 سنه فيظل فيه في القريه يتلو القران في البيوت وياخد كم قرش اخر الشهر وخلاص مثلا، لكن وجد الاب المتطلع والاخ اللي راح القاهره قبل ذلك اللي مات في الكوليرا سنه 1902، وختم به الجزء الاول من الايام ختاما مأساويا حزينا، ويقول انه الى الان لا ينسى هذا الاخ اللي توفي في وباء الكوليرا سنة 1902.
واثنين، وهي السنة اللي طه حسين غادر فيها القرية وذهب إلى القاهرة، وكان عنده أمل يبقى أخوه ده معاهم، فذهب من غيره، فكان يبكي على رصيف المحطة وأبوه بيودعه، وأبوه يقول له أنت عمال تبكي ليه وأنت صغير، عاوز بقى ما تفارقش أمك، فاهم إن المسألة أم، أو بيهون عليه، أنت صعبان عليك تفارق أمك، ما أنت كبرت بقى ومالكش دعوة بحضنها وهتتعلم وتروح مصر وكذا. وهو يبكي لأنه كان يقدر أن أخاه هذا كان سيكون في انتظاره أو معه على الرصيف مسافرين إلى القاهرة. وصل طه حسين إلى القاهرة برفقة أخوه، وقطع مشوار التعليم الأزهري حتى منتهى، واكتشف عدم توافقه مع هذا النظام التعليمي المحافظ التقليدي. على جدران الأيام امتلأت حياة طه حسين بالصور، وكلما سكن في إطار طارده القلق والشغف وحرره من أسر البرواز. لم يدري الممتحن أن غلظة النداء يا أعمى كانت تقوي في نفسه عزيمة المواجهة، وكثيرا ما أحصت ذكرياته طوائف من تلك النداءات التي تتجاهل عقله ونفسه وتناديه بعلته. في كل مرة يدخل مكان عام ينادى تعالى يا أعمى، أو يوجد هنا أعمى. الأولى عندما ذهب إلى المعهد إلى الأزهر ليمتحن للدخول للانضمام للدراسة في الأزهر، فإذا بالشيخ اللي بيمتحن يقول له تعالى يا أعمى، وكأنه يمتدح أو يتملح أو يتبسط معاه، بدل ما يقول يا تعالى يا شاطر، ده عيل صغير 9 سنين أو 10 سنين عندما دخل الأزهر، أو تعالى يا بني، أو أقبل يا بني، يقول له أقبل يا أعمى. بقدر اتساع القاهرة وانشغالها بحركة المارة، بقدر الوحدة التي كان يشعر بها الفتاة في القرية، العالم كان مؤتلفا، فيه حميمية ودفء، وعالم القاهرة مختلف. في حجرة الربع حيث كان يقيم كانت تضمه ظلمتان، ظلمة الوحدة وظلمة أخرى قديمة اعتاد عليها. طه حسين إذن واجه صدمات، وكان أي صدمة من هذه الصدمات يمكن أن تحطمه، بل إن علاقته بأخيه كانت يمكن أن تحطمه، لأن أخوه كان يستأثر دون بالأكل الجيد بالمصروف، وقال هذا صراحة، وقال يعني أنا لم يكن يبقى لي من الطعام إلا العسل الأسود، ومن الأزهريين من العسل الأسود، ففيه ضروب من الحشرات ومن ومن ومن، وقعد يعد أشياء ظريفة جدا، وكونه بيضحكك على أكل الأزهر وعلى العسل الأسود وعلى العيش المأشف وعلى كذا، معناها إنه متفائل ومتسامح ومتصالح مع نفسه ومع الدنيا، ولا يخشى أو يهتز أمام أي صعوبات.
أصعب حاجة بالنسبة لطه حسين ليس المعيشة بأشكال اجتماعية، ولكن كانت الصدام مع المؤسسة الدينية. في هذه المرحلة كانت ملكات وقدرات طه حسين بدأت تتفتح، وكان من البداية وهو عنده حس تمرد وعنده حس نقدي بالغ الحساسية وبالغ القوة. ولما بدأ يدرس في الأزهر ويتلقى الدروس التقليدية اللي كان بيلقيها شيوخ الأزهر في ذلك الوقت، حس بأنه في شيء مش طبيعي، في شيء مش مظبوط. رغم التغييرات الكبيرة التي كانت تدب في أوصال المحروسة، إلا أن الأزهر كان متمسكاً بالتقاليد. كان هناك ارتياب من نبرات التجديد من قبل علمائه، خصوصاً مع حضور الاحتلال البريطاني في الأجواء الثقافية والتعليمية. لكنه هو كان شاب أو عقلية لا تقبل الأشياء على عواهنها، وإنما يفكر فيما يسمع، ولا يدخل في ذهنه إلا ما يفهم، وما يفهم يزنه بميزان العقل، فإذا كان مقبولا من العقل يقبله، وإذا كان مرفوضا من العقل يرفض. طه حسين نفسه بيعترف في الأيام، وده برضو من الأشياء التي بتعطي للأيام قيمتها، بيقول أنه، وبيتكلم عن صيغته والبطل، كان إنسانية الولادة وحشية الغريزة. فهو عارف كويس قوي عيبه، يعني أنه هو عنده غريزة وحشية ممكن أن تسبب أو تؤدي لتنفير من حوله. عشان كده كان دايما طول الوقت عنده مواقف ياخدها، يعني مثلا أنه صديقه الدكتور محمد حسين هيكل واللي كان رئيس تحرير السياسة ورفقة عمر وكذا، يجي في فترة يقوم طالع فجأة بمقولة يقول أنه لا، ده ما هوش اللي كان بيألف كتبه، كان في حد بيألفها له. أنه يتهم عبد الرزق السنهوري بنكران الجميل واتقي شر من أحسنت إليه. طول الوقت هو علاقته بالشيخ المرصافي أستاذه، طول الوقت عنده هذه المشكلة اللي هو نفسه بيعترف بها، بأنه كان إنسانية الولادة وحشية الغريزة. ومن هنا بتيجي فكرة النفور والجفاء اللي بينه وبين الآخرين، ولم يجد التعامل معه فيها غير سوزان. كانت العلاقة متوترة أشد ما يكون التوتر بين طه حسين والكثير من شيوخه. كان متحفزا بطبعه، متسائلا بفطرته، مدافع لا يلين من أجل جذب الانتباه. هو في جانبين في المسألة، جانب فطري اللي قال عليه العقاد إن هو متحفز منزول للتحفز، ودي جانب إلهي مواهب، وجانب عملي انه سمع وشاف. هو كان يرى ان هذه الطريقه في تقديم العلم طريقه تعتمد على التلقين وليس على الافهام او تشغيل العقول، فكان يرفض مثل هذه الطريقه. العنف الذي مورس ضد طه حسين في هذه الفتره يعني كان عنف شديد. انت بتحاول تفهم، بتحاول تتعرف على العالم، بتحاول تطرح اسئلتك، ثم تجد ان الذين تطرح عليهم هذه الاسئله لا يملكون اساسا اي معرفه تؤهلهم للاجابه عن هذه الاسئله. فكانت النتيجه انه طه حسين وهو كان لاذع، يعني لاذع السخريه، وكان بيمتلك يعني قلم جارح، كان بينتقد هؤلاء الاساتذه في مقالات عنيفة مشهورة في صحف هذه الفترة. وكل رضا وكل سرور، وحاول أنفذ
وشهر عنه أنه كان مناكفا لا يكف عن النقاش، يعني لا يستسلم لسلطة المعلم التقليدية التي تجبر الطالب على أن يصدق كل ما يقوله الشيخ. هو كتابات طه حسين كانت ترى باختصار أن الأزهر مؤسسة رجعية لا يمكن أن تصلح حال الثقافة ولا التعليم في مصر. الأزهر في ذلك التاريخ كان فيه تيارين، كان في تيار مجدد ومتقدم اللي هو تيار الإمام محمد عبده وتلاميذه، وكان في تيار جمود وتقليد، وبالتالي شخصية من كشخصية طه حسين كان لابد أنها تصطدم بالجمود والتقليد. هو بدأ بنقد المناهج أصلا، وكان نسمات فكر محمد عبده وصلت، وأنت لا تستطيع أن تقاوم التمدد إذا بدأ، ما خدوش بالهم من الحتة دي، فكانوا بيقتلوا معركة خاسرة. وكذلك قضيت هذه المدة سعيدا في الأزهر بدروس الأدب، شقيا بدروس الفقه والأصول والبلاغة والنحو، سعيدا بلقاء الشيخ صوري المصطفي، وشقيما بلقاء الشيوخ الاخرين الذين كانوا يشتمون وكانوا يضربون بالمراكيب وبالبلغ. ولم يكن في الازهر شيء يستحب في تلك الايام إلا هذا الدرس الأدبي الذي انتهى الأمر إلى إلغائه في الأزهر. وأكبر حاجة كانت عاملة له مشكلة إن هو لما كان بيبتدي يطرح أسئلته، أسئلته الحقيقية، أسئلته الجادة، لم يكن يتقبلها منه أساتذته الأزهريون التقليديون بسهولة، بالعكس كانوا بيتعاملوا معها بعنف شديد جدا. هذه الطريقة العقلانية في التفكير أزعجت أساتذته الأزهريين، ومن ثم حدثت المشاكل، وكانت النتيجة إن الأساتذة قرروا أن يعاقبوا، فعاقبوا بماذا؟ إنهم حرموه من شهادة العالمية ورفضوا إعطائها له. ومعروف في سيرة حياته أنه طرد من الأزهر لأنه كان يعترض على تعبير للمؤلف المبرد في كتاب له، يتحدث حديثا عن ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنه كفر. كان رأي طه حسين أنه لم يكفر ولكنه أساء الأدب. المشكلة أن النابغة، وطه حسين نابغة لا شك في ذلك، في لسانه حتة زايدة، يعني ينتدب نفسه لكلام كان يمكن أن أسكت عنه وتعدى على خير، لكن ليه أسكت ليه ما دمت أعرف الصواب وألمس الخطأ؟ فلا بد أن أنبه إلى الخطأ. فصل على إسرها من الأزهر وذهب كاتبا لمقال قاس جدا عن الأزهر ليسلمه إلى أستاذه النداهة التي كانت تشد كل المثقفين آنذاك، أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد. فضحك الرجل وقال له لو نشرت المقالة لن ترجع إلى الأزهر. كانت أصداء معارك الشيخ الإصلاحي محمد عبده تملأ أروقة الأزهر. كان الإمام المستنير محط أنظار كل التواقين للتجديد، وكذلك في مرمى نيران المقلدين، وبين الحزبين برزخ لا يبغيان. هو كان معجب محمد عبده في بداية حياته، هو تجاوز محمد عبده كمان في التجديد، لكن محمد عبده نفسه كانش راضي على التعليم الأزهري، كان ليه رأي في التعليم الأزهري. وطه حسين بعد كده كان من أوائل الناس اللي كتبوا عن تحويل، ضرورة تحويل الأزهر إلى جامعة مدنية. وهنا الموقف، هنا الناس تاخده وتقول لك ده ضد، مش ضد الأزهر،
هو ضد الناس الموجودين في الأزهر، أغلبيتهم كانوا شيوخ سلطان. دي كارثة في التاريخ الإسلامي كله، إن الشيوخ معظمهم 90% منهم على الأقل عاوزين المجتمع يظل في حالة ثبات، والصراع على الماضي ليس على المستقبل. تمرد عليهم واحد زي رفاعي الطهطاوي، حسن العطار أستاذ رفاعي الطهطاوي، محمد عبده، ثم طه حسين، وبعديه أسماء طبعاً تانية كتير. ربما حالة كف البصر التي كان يعيشها منعت عليه كثيرا من عناصر التشويش التي يمكن أن تدخل إلى العقل. طه حسين لم يكن أعمى، كان شايف كل حاجة، فكان من هذه الوجهة قادر على النقد وقادر على تمحيص الأشياء والبحث في جذورها، ومن هنا كان الصدام. فكانت النتيجة ان هم قرروا ان هم يحرموه من الدرجة الشهيرة في ذلك الوقت اللي هي درجة العالمية في الأزهر. وربما كان ده يعني من اظن انه كان حدث كويس مش وحش، لان هو اللي في النهاية اللي خلاه انه ينتقل من هذه الدائرة المغلقة الى الدائرة الاوسع والاكثر انفتاحا اللي هي دائرة الجامعة المصرية. لا يمكن فصل الشعور بتاع طه حسين ده عن اللحظة الزمنية. انت بتتكلم عن بلد بتعبر من زمن الى زمن، و الملمح الرئيسي لأي مفكر هيكون مهم في ثقافته هو أنه بيدرك بفطرته لحظات التغير قبل ما بتحصل. فهو بفطرته أدرك أن ما يتلقاه من تعليم وأن هذه الحياة اللي هو عايشها هي غير مناسبة للعصر، وكان منتظر بس أن تيجي لحظة التغيير عشان هو يتبعها. ظل طه حسين تتجاذبه الدراسة في الجامع الأزهري والجامعة المصرية، وكان يمضي صباحه في المعهد العتيق ومساءه بين جدران المبنى الجامعي الأنيق، إلى أن قرر قطع الصلة بينه وبين الأزهر نهائياً بعد أن أنفق فيه حوالي 8 سنوات دارساً ومتعلماً. في كتاب الأيام كان ربط طه حسين بين نفوره من مناهج الأزهر بقدر ضيق أوسعة صدر الشيخ من أسئلته الكثيرة، ومع الأيام
وبدا وكأن كل شيء يدفع به إلى خارج الأزهر وبدا وكأن كل شيء يدفع بطاها إلى خارج الأزهر بينما كانت وشائج الاقتراب تتأكد بينه وبين الليبرالي المعروف لطفي السيد. كان لطفي السيد مفتاحه للدنيا الجديدة. كان لحظة فارقة في حياة الشاب الأزهري. وكان أستاذ الجيل كما كان يلقب في طليعة قوى مجتمعية جديدة تسعى نحو تحديث مصر. تأثير أحمد لطفي السيد على طه حسين تأثير كبير جدا، بدأ قبل أن يذهب للبعثة واستمر بعد ذلك، وهو الذي يعني وجهه أو ساعده من البداية لاستكمال دراسته في الأزهر، وحينما تعثرت الأمور أو وصلت إلى نقطة مسدودة ساعده على الانضمام إلى الجامعة المصرية. ولذلك عندما أسست جامعة القاهرة سنة 8 سحبت من رصيد الأزهر الكثير، يعني الأزهر كان رصيده قائم على إيه؟ إنه ما فيش غيره. هو كان إحساسه الفطري إن هذا التعليم اللي بيتلقاه في الأزهر لا يشبع رغباته، هو بيتطلع لشيء أعلى، لكن هو مش قادر يعرف إيه الشيء الأعلى ده. فلما راح الجامعة المصرية وشاف حضر الدروس أدرك إن هو ده ما يبحث عنه. كانت تعلو الجامعة قبة تشبه قبة المساجد، ولكن ينطلق منها صوت الساعة لا نداء الأذان. كانت المقارنة بين الجامعة وبين الأزهر تنعقد في نفس الشاب الأزهري في كل خطوة يخطوها داخل حرمها. قاعة الدرس وحلقة الجامع، شيخ العمود والمحاضر في القاعة، المعممون والمطربشون، لكن لم يخلو الأمر من منغصات، حيث واجهه سكرتير الجامعة أحمد بيك زكي بعلته المريرة حينما منعه من أن يصطحب الدليل الذي يقوده داخل قاعة الدرس. كلهم يجددون نداء الممتحن جهوري الصوت الذي قال له: تقدم يا أعمى. يوم ما راح جامعة القاهرة وأول مرة دخل المدرج كان معاه واحد بيسحبه، فظن الأستاذ اللي بيحاضر إن اللي بيسحبه ده يعني ولد جاي معاه كده يلعب أو يتسلى أو قريبه مثلا، فبص كده مش واخد باله ان طه حسين كفيف، لانه كان في تلك الفتره بدا يتعلم كيف يواري عينيه بنظاره غامقه. فنظر نحوه وقال ايه: ينبغي ان ينزه هذا المكان عن احضار الصبيان. فطبعا لم يجد احد يرد الا احد قريب منه قال له: اللي بتتكلم عليه كفيف ولا يستطيع ان يدخل المدرج منفردا، فالولد اللي جابه هو اللي بيسحبه. فكل المدرج عرف إن بيننا طالب كفيف. من بداية هذا التاريخ اللي هو بداية ظهور الجامعة الأهلية هو حدث فارق في تاريخ مصر والعالم العربي كله، بيبدأ ظهور ما نسميه نحن بالمؤسسات التعليمية الحديثة التي تقوم على الأخذ بالبحث العلمي بطرائق التدريس الحديثة بالاتصال بالثقافة الغربية. في الجامعة حيث درس الآداب والتاريخ القديم
نما لدى طه حسين إحساسه بالشخصية القومية المصرية، وبدا ممتلئاً بالروح المصرية، وهو إحساس لم يجربه في الأزهر محضن التراث. وقد تأسست على ذلك وجهة نظره حول مستقبل الثقافة المصرية. عندما اتصل طه حسين بالجامعة المصرية أو الجامعة الأهلية الوليدة آنذاك، أدرك إلى حد كبير الفارق بين الذي كان يتلقاه في الأزهر وبين أساليب البحث والدرس والمناهج الحديثة التي بدأ يستمع إليها ويتلقاها عن طريق الأساتذة الأجانب الذين كانوا يدرسون آنذاك في الجامعة الأهلية. مستشرق كبير مثل لويس ماسينيون صاحب كتاب الحلاج الشهير زار الجامعة المصرية في عام 1913، وجد أمامه طلاب لديهم مشكلة، إما على علم كبير باللغة الأجنبية التي لغة أجنبية ما، وكانت الإنجليزية في هذا الوقت هي اللغة الأولى، أو لديهم جهل تام بتراثهم العربي. واستثنى من كل هؤلاء طالب واحد سماه بالاسم، هو الشيخ طه حسين، وقال أنه الشخص الوحيد الذي كان داخل هذه المنظومة لديه أسئلة نقدية تتعلق بما كان يطرحه هذا الأستاذ وبما وبتصور هذا الأستاذ عن التراث العربي. عرف طه حسين في الجامعة جمهرة كبيرة من المستشرقين أمثال نالينو الباحث الإيطالي الذي كان يدرس في الجامعة تاريخ الأدب، والمستشرق سنتلانا الذي كان يدرس تاريخ الفلسفة. كان طه يذكرهم بالكثير من طيب الذكر والأثر، ويثني على رفقهم وعطفهم. سمع فيها أساتذة غير الأساتذة الأزهريين، هم مستشرقين عندهم تقاليد أخرى في العلم ومفاهيم أخرى للعلم. هذه الطريقة الجامعية المدنية عجبته، مضى فيه، بدأ يتعرف على أشكال جديدة وأسماء مواد لم يكن يسمع بها في الأزهر. يسمع عن تاريخ الأدب، يسمع عن الجغرافيا، يسمع عن تاريخ الحضارات القديم. بدأ يتلقى كل هذه العلوم بشغف كبير جدا 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 جدا، وأظهر الحقيقة يعني نبوغ كبير وتفوق لفت إليه كل الأساتذة الذين كانوا يقومون بتدريس هذه العلوم. كل هذه العوامل مجتمعة شكلت تلك العقلية التي لم تتوقف عند الاعتزاز بماضيها، وإنما أضافت إلى ذلك هذا النموذج المنفتح المتفتح الذي يعتمد المنهجية العلمية ويعتمد على العقل وليس على العاطفة كما تفعل العقلية العربية دائما. عرف طه حسين مبكرا طريق الصحافة، فكان يكتب بشيء من الغلو في صحف الحزب الوطني، وكان الشيخ عبد العزيز جاويش يشجعه على هذا النهج، خصوصا كتاباته النقدية للأزهر وشيوخه. أما لطفي السيد فكان يدفع به نحو الاعتدال والتريث في الأحكام، وكان مكتب الأستاذين جاويش ولطفي السيد محضنين للتثقيف بالنسبة للشاب، وفرصة للتعرف على النخب الثقافية والفكرية الناشئة. عبد العزيز جاويش رجل أزهري مستنير التقط كعلي يوسف من قبل أهمية العمل الصحفي، فكان يعمل فيه ويبحث وينقب عن الشبان الواعدين، وكان طه حسين أحد هؤلاء الشبان. كان يكتب في مجلة الهداية التابعة للحزب الوطني، ورئيس تحريرها الشيخ عبد العزيز جاويش، وكان يكتب كلام
عالم أزهري أصولي. هو طه حسين في الأيام بيسخر بعد كده من ما كان يكتب، كان بيقول إن هو كانت كتابة ساذجة وكتابة أحيانا فيها شيء من التجريح، وإنها كانت كتابة يعني سليطة اللسان، ولكن هم اللي نبهوه لفكرة التعبير عما يريد بشكل واضح وفي شكل مقال أدبي. وكان يحس طه حسين دائما على أن يستكمل أدواته ويستكمل عداته العلمية وأن يخرج بر خارج الإطار التقليدي للدراسة الأزهرية. والشيخ جاويش هو من ألقى في روع طه فكرة السفر إلى الغرب وفرنسا تحديداً، وكان يلح عليه في تعلم اللغات. واستقرت ووقرت الفكرة في قلب طه حسين من لحظتها، وقال أنا لازم هعبر البحر وهروح الناحية التانية وأشوف بيتعلموا إزاي. في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 15 مايو 1914 اجتمعت لجنة الامتحان لمناقشة أول رسالة دكتوراه في الجامعة المصرية، وكانت للباحث طه حسين، وكانت رسالته عن أبي العلاء المعري. لم يكن طه حسين مرتاحاً لدراسة الشخصية في بداية الأمر، ولكن بعد تعمقه في نصوصه وجد أن ما يجمعه بالمعري أكثر مما يبعده، خصوصاً حسب ما قال في مطلع الرسالة: ورأيت بيني وبين الرجل تشابهاً في هذه الآفة المحتومة. وكان هذا أول بحث يتم مناقشته في الجامعة الوليدة بحضور عدد كبير من الأساتذة المصريين والأجانب، وأجيز طه حسين بهذا البحث وحصل على الدكتوراه الأولى له ليصبح حاصلاً على درجة الدكتوراه في الأدب العربي. هو أصر على أنه ياخد البعثة، أنه هو بيقدم على البعثة فبيعتذروا له بزعم أنه هو راجل ضرير فهو بيحتاج مرافق، وده معناه أنه هو هيحتاج مصاريف شخصين، فيقول لهم أنا هحتاج مصاريف شخص واحد. كانوا عايزين يحرموه من البعثة، يحرموه من حلم عمره أنه يسافر، وشايفين أنه يعني إزاي واحد أعمى يسافر فرنسا؟ طب ما البصير أولى بها واللي بيشوف أولى بها. فيتعللوا له بأنه لا يتقن اللغة الفرنسية، فيتعلم اللغة الفرنسية وبعد 6 شهور يقدم لهم ما يثبت إتقانه للغة الفرنسية بشكل كافي. طب ده هيروح يتعلم اللغة، طب هيعمل إيه؟ طب هيعمل إيه مع الفرنسيين؟ الإصرار صفة لازمة في حياة طه حسين، يعني الشيء اللي ينقل واحد ضرير من المنيا لأنه يبقى من أوائل الطلبة في الجامعة المصرية متحدياً عاهة يصعب تحديها، ده أكبر دليل على الإصرار. وكأن فكرة إنه يسافر فرنسا يتعلم دي بالنسبة له كانت حياة أو موت. عبر طه أسوار القصب التي كانت تحتجز بيته، وعبر الأزهر، والآن يبحر من الجامعة إلى فرنسا. والحقيقة أن قصة العبور الأهم كانت بداخله حينما انتصر على الظلام.